اهلا بيك الدور الثاني. الدور ده ازاي نقدر نعمل فرق؟ مسلسل 2020 انت اللي ابتديت تكتبه وبعدين انسحبت من الاول، لو انت اللي كنت كملت ايه الفرق اللي كان ممكن نشوفه في المسلسل ده؟ والله شوف، لحقلك بصراحة انا من المتابعين لهذا العمل وجدا الكتاب عملوا شيء. انا ما بلشت، انا رح اقول لك شو مشان نوضح وجهة النظر. انا من اول الناس اللي حكى معهم ليعملوا هذا العمل، وما صار يعني صار في مشاكل بوجهات النظر، يعني مشاكل مو انه خنايق، يعني انه لا هن شايفين هيك انا شايف هيك بلا بلا بلا. خلص انا اعتذرت بطريقه منيحه وهن اعتذروا حتى مني بطريقه منيحه، واصدقاء وعلى يعني واجوا نادين جابر وبلال شهادات كفوا المسلسل بطريقه ثانيه، مو كفوا حتى بجوز. اوكي بس دولة. اللي انت كنت شايفه كان حيعمل فرق قد ايه في اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ يلي انا بقول لك هذا فاللي شفته شيء كثير عالي المستوى وكثير حلو وكثير ممكن يكون احسن من اللي انا كنت بدي اكتبه. وانا ما بعرف، انا ما كملت، انا عملت حلقتين وما كملت، فما بعرف انا شو كان راح يصير بعدين، شو اقتراحات المخرج، شو اقتراح. فبالتالي العمل لما بيكون متكامل، لو اني انا كاتبه متكامل او كامل 30 حلقه بقول لك انا عملت هيك وهيك، بس اللي كتبوه هو هن هذا العمل وهذا الشيء الحلو اللي طلع واللي حبته الناس، فانا ليس لي علاقه باي سنتيمتر من نجاح العمل. نجاح العمل منسوب لاصحابين العمل، انا طلعت من الحلقه الثانيه، فيعني الواحد الحق يقال. يعني كنا لسه بنتكلم من شويه انت كم بلس انه من الحلقه الثانيه هن ما استخدموا حلقاتي. كمان يعني ايه تماما. طيب. كنا بنقول من شويه انت كممثل ما بتقدرش تعمل فرق، يعني انت ماشي على النص اللي مكتوب، بس ككاتب انت ممكن تعمل فرق. طبعا. صح؟ طبعا. ازاي؟ قصدك بالعمل الفني؟ بالعمل بالعمل نفسه. هو الهرم هو مخرج كاتب منتج، هذول الثلاثه هن مسؤولين عن نجاح وفشل العمل. فاذا النص مهم والنص فيه مثل ما بيقولوا لمعه، رح يجي المخرج يكمل هاي اللمعة، ويجي الانتاج اللي هو المصاري تكمل هاي اللمعة تبع المخرج والكاتب. بس لما بيكون عندك انت هاي بناية، خلينا نعتبر انه احنا بهالاسانسير بالبناية، البناية اذا ما نعمل لها شناج منيح واساسات منيحة، وهو النص هو الاساس هو الشناج، اذا انت ما عندك قصة حلوة، اذا بتجيب عليه سبيلبرغ ما رح يعرف يعمل شيء، لانه ما عنده مادة بين ايديه. انا ما فيني اعمل قهوة بدون بن. صح 100%. انت عامل كذا قهوة بالبن بالبن. عامل كذا عمل. من كل الأعمال دي إيه اللي انت كتبتها، أي نص بتحس لمعة أكتر؟ في تفاوت، أي لمعة عربيا وأي لمعة محليا بسوريا. واحد كده واحد كده. اللي لمعة عربيا هو خاتون. أوكي. وخاتون أنا بالنسبة لي هي النقلة النوعية الثانية بحياتي ككاتب. اللي لمع محليا وحتى مو محليا، يعني محيطا لبنان العراق الاردن كذا، هو ايام الدراسه. هو ايام الدراسه كانت المحطه الاولى لي بالحياه، اللي انا فعلا كنت ما حدا بيعرفني، بمشي بالشارع ما امي ماما ما بتعرفني انا بمثل، لفجاه صرت اتحول سكر شوارع انا وكل اولاد جيلي اللي كانوا معي بهذا العمل. صرنا ما فينا نمشي بالشارع لهي المرحله، انه بتنام بتصحى. هذا من رب العالمين، هذا النجاح سبحان الله. يعني انت بتكون مالك متوقع، بتنام بتفيق مره واحده الدنيا تغيرت. غير الدنيا. حلو الشعور ده؟ رائع. ما بتتخيل، انا ما بنسى هي اللحظات. يعني هي اللحظات بالنسبه لي كانت من اهم محطات حياتي، انه انا خلص تغيرت حياتي. ايه اللحظه اللي انت حسيت ان انت ماشي لا في حاجه غلط، في حاجه لا. مش حاجه غلط، حاجه مختلفه. في اكثر لحظه، بس في لحظه صارت معي لحالي وانا ما كنت عارفه انه مسلسل مكسر الدنيا. دنيا رمضان نازل لجيب، نحن عندنا بنعمل تسقية أو فتة بتسموها، هي تسقية بالشامي اسمها. فنازل لجيب أغراض التسقية لماما لتعملنا فطور رمضان. فبنزل بطلع بلاقي العالم بتطلع فيني، بتطلع هيك هي مراية سيارة بلاقيها فيني شيء غلط، وبتبتسم ويضحك ويشوع. أنا والله ولا عندي أي فكرة إن العمل انكسر. بمشي أكتر، فوت لعند البياع بقول له مرحبا عمو، ابن حارتنا يعني متعود عليه. قال لي اهلين بالاستاذ، اهلا وسهلا. يي شو عمل الاستاذ بعمره بعد عمو بقى استاذ. لقيت العالم عم يضحكوا، قلت اكيد انا لا تكون في حاجه غلط، فكر انه بنطلون مزروق اي حاجه السحاب اي حاجه فيني غلط. وبعدين ما لقيت غير العالم عم تجي المسلسل كثير، اي مسلسل؟ قلت له لي ايام الدراسه. فكانت عن جد هي جد نقله نوعيه بحياتي، من اجمل اللحظات اللي عشتها بحياتي. ان شاء خاتون الله تفضل كده. وتلو خاتون اجى عمل النقله العربيه بقى، يعني اللي صار الخليج شاف خاتون،
لبنان وسوريا، وهي نحن بتعرف دراما واحدة تقريبا فينا نقول، بس بمصر انشاف خاتون، بالمغرب، بالجزائر. هذا النقلة النوعية الثالثة إلي كممثل، هي الثمن يعني، اللي هو أنا جمهور مصر اللي أنا كان بعمر ما أستاذ منحبك قوي، هي ما سمعتها بعمري، سمعتها بعد الثمن. بنحبك قوي والله. خلينا نطلع على الثالث. يلا قول يا رب. يا رب.